سبحان الله الحمد لله الله أكبر 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 سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله على سلامتكم المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديثة راتي وكذي مليح ذميزي ذي استزيو ذي الحديث رواه البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال الخور هاتيو كي ذي مليح غا الحديثة هذا اش تسرم اجو صحابي قانص عبد الرحمن لا اجن زي التابعين ونتا زي التابعين ومي قان التابعين اني ديوسين اواني الصحابة قانص عبد الرحمن بن ابي ليلى انش لقياني كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهديك ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهديها لي أريز زي التابعين إن شي جمع يمسرق كيدي يجو صحابي قانس كعب بن عجرة رضي الله عنه إن اسمه شهديق يجن الهدية سريغة زي الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية يرخو زوك صحابي غاوني زي التابعين خوشي قد سرايس ورين الشي الهدية كادو الرغال إن سبالة إن سواه فأهديها لي إن شيد الهدية أود من أرغلوني فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديثة ما مش دغياش ذكرنا ايوارنا الخوخ من قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قاش حالي وذا المرس قسيت مرات اللي دات مين تقاديين يا الخو ومي قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اي واحد الخو مرس قسيت الا من رحم الله قليل واللي غادي في ذي السن من يقع للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة عند ربه سبحانه وتعالى وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يسألوه عما يبين مكانته تلك ليتعلموا كيف يذكرونه بها إن النبي عليه الصلاة والسلام غاسي جمو مشان يمغى غاسي ضرب بالعالم أمشان يمغى ضرب قران والصحابة حبا السقسان باش السنن
بمش غد كان بمش غد كان سيد رب العالمين ما مش يغزد جل الرسول عليه الصلاة والسلام ذا انتتي الصحابية ربيتي السقسة الناس كيف نصلي عليكم يا أهل البيت يا أهل يا أهل بيت النبوة في التشهد في الصلاة الحديث السوار خصالة التشهد بنتك التشهد بنتك مار لقد تحية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذا انتتي رب العالمين تمارا نغذي القرآن أمر من الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد علم وقد عرفنا كيفية السلام إننا الصحابة إننا قد سلم مش غنس الجم للتحية أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام قد سنيت ولكن الخوة ذا خصوصا مش خاك غنزج لأن رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا ما مش خاك غنزج ما مش تغاني إن سيني قولوا اللهم صل على محمد أقرخو رهاتي وكيدي أمقان اللهم صل على محمد أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود من قال اللهم صل على محمد نقع يا ربي عظم الدنيا ذيري عظيم النبي عليه الصلاة والسلام ذيري عظيم أعفع اسم النس أعفع الذكر النس أتيري خميخس غسوار أتيري نترب ديو على صدها الدين النس صدها الدين الإسلام صغيم الشارع النس ذي الدنيا وتقيم الشارع النس التي يخدم ذي الدنيا ذي الآخرة وشاس الجزاء ذي الثواب قران قع وهذا اللي حد هذا استكشف ما مش غتكشف انت النبي عليه الصلاه والسلام شفعيث ذي الامه النس كذلك وشاس المقام المحمود ولما كان البشر عاجزين عن ان يبلغوا القدر الواجب من ذلك شرع لنا ان نحيي اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اي مثل صلاتك على ابراهيم عليه السلام واله وهم اسماعيل واسحاق وذريتهما المؤمنه انك حميد محمود في ذاته وصفاته وافعاله والسنه خلقه مجيد عظيم كريم والمجيد صفه من كمل في الشرف اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اي أثبت وأدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة وزده من الكمالات ما يليق بك وبه من قعود اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أنت تاسد رب العربين قع أثبت وأدم له ما أعطيته من التشريف تمج أمني شعرف النبي مغاظم قران أمني غيقيم أرغفنا الدنيا وقيل المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة البركة عوذ آريس الزيادة ذرخة وقيل المراد التطهير من الذنوب والتزكية والحسن المطلوب أن يعطي من الخير أو فهو أن يثبت ذلك السنة دائما إنك حميد المجيد هذا تدليل الكلام السابق والنغى الزج الخار رسول عليه الصلاة والسلام ذكيش الحديث النغري من غاس سيدي شكتني ذي جماوة قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات خبين قال اللهم صل على محمد كل ما تنتج مع رب العالمين يتشش عشرة يعفعش عشرة درجة يتشش عشرة الحسنات يمحيش عشرة من الخطيئات يجيش الحديث النغني يجو صحابي الناس يا رسول الله مش حقك الزج مش حادر وقتينه أذقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الناس مش حماث نذم اللي حيشك الناس أثقل وناس أثقل أزيد السولوس أون قاري الناس يا رسول الله وقتين مرة الصلاخ إني غقبرغوا أتقبرغ بغار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجد الناس وقتين مرة أتوا يغصلاخ من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الناس تكفى همك مر الهموم غاك هذا شنيك فسيد رب العالمين
مارا زاد جيت خفيف الوقت النشمار الصلاة على النبي ليس كشي ليس رزق ليس البركة الهموم إذا كم مرة مرض زاد جيت خارسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين شي كفى الهموم النشمار إني توكيد يا لسيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. خاوض واجب مبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلا أتي تسمو الغمار. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله كني وقت السنمات ولكن السنم شحال يودا نعاود السن شا بنادم ذي ثدات النس هذيك قيم ذي ثدات النس انت تبغى تطاور نصي حاموش انت حاموشي هذي يبدا انت ذي قاشك قاني هنا اخرج التار باش ادرمثل لان ضروري ان علم ذا نسوى ثاور غير ونسمع نعلمي وذا ندي برا وانا قد دعوه ذي برا بعد ما نبدا كي نيك نغي جا ذي ثدات علاش نسترد مثال التحيه ما مشطاح الصلاه ما مشطاح الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لان ما رجش تعاون غموض تسيدر ما السين شعر والله العظيم مراتني ذاك المثال ها؟ ملي جي حالي توصلي غا شو السير صحيح الملاعب ما ايوا لعهد لعهد عصر عليه وسلم تو يجي من عند مشرك الاسير ونلقاو سيدنا الوليد من صغار صلى الله عليه وسلم لا سبب تقبل مثل ما تقبل المشركين الناس راح تعرفهم كتات الصلاه الصلاه على علي راح هدا صافي كلمه بس لي مزيان داك خمسة تسلات قلنا الصلاة على رسول الله إلا شنو ما يسدني تو مش تو مش تو يقيدها هما شنو نسس بورسيرات إلا شكون مثلا عاصمة إذن إلا شطلع شوية إلا شنو خاخا غادي يقرا زيد عاد ها عاد من دوت علينا ها من شنو دوت علينا لا صافي هل من مزيد ها لا صافي توصل الحديث ما صحيح ذا لي تاتي أصحابية من عند المشرك النشان تو شافنت السناسر زقدان دي فس وسيد غي الرسول عليه الصلاة والسلام ناس قد مثل قا من عونة قد فنت المشركون قويد عاشا الناس الكتام زي لا حول ولا قوة إلا بالله قيم القانطس جير تكمرني يعني وين تنتبي غاس لا حول ولا قوة إلا بالله أصحابي إني إناش سجيرث إذا عرينو تغين دي السناسر إن شقيم السناس اللي عزمن تعزمن تعزمن تكس غدي دارينو كس غدي فسنينو فغو جمع غاس ندي المشركون يرغمر نتوا غاس معرو يدر بهايب يويث نغا تدع أرمي خاس ندي يوث ممشي نغا سيميمون أرمي ديوث خلوا لي دير نس سير بهايب نين اسمه مش تقيدي نس ندي قاس الجيرث قاتوا غايحو غاري السناسر قيم تعزمن تخافي السناسر نكس غدي فسن كس غدي دار وش جمعت كلشي أرمي في عوضي يا رسول عليه الصلاة والسلام الناس الواردين نش سدوا عن سن سدوا عن يتوقع لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين
يا زعما جد سناسر منين الله يوفقنا امين. ويا سعيد بوخت تجي مليح شابه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.